يستحضرون أسماء السجون وويلاتها، يستذكرون ضحاياها الذين دفعوا حياتهم ثمنا لأجل حلم الحرية هذا. انتصرت الثورة لهم، لكنهم يقولون إنها لم تنصفهم كما وعدوا بجبر الضرر ماديا ورد الاعتبار لهم ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب. كل أشكال التنكيل ما نحبوش يمتد إلى هذا الجيل والأجيال القادمة. اللي صار عليه ما نحبش يصير على ولدي، اللي صار عليه ما نحبش يصير على ولادنا وما يتكررش على بلادنا. الفاسد اللي نهب البلاد به يزمو يتحاسب. إلى مقر الحكومة توافدوا للمطالبة باستكمال مسار العدالة الانتقالية. وحدها وجوههم وحكاياتهم ودموعهم توثق سنوات مأسيهم. هؤلاء الذين خبروا محنة الاستبداد لن تضيرهم محنة الصبر، لكن حين طال أمله خرجوا إلى الشارع للاحتجاج على تعثر مسار العدالة الانتقالية، مسار لم يجنوا ثماره بعد. ذاعت بوصلة العدالة بين ثنايا التجاذبات السياسية. البرلمان أحد وجوه الصراع، فيه من أدار ظهره لها وفيه من يدافع بشراسة عن هذا المسار. وفي الأفق أمل بوجود وزير على رأس وزارة حقوق الإنسان هو أحد ضحايا التعذيب قبل الثورة. لقائنا مع الأستاذ العايش الهمامي وزير حقوق الإنسان أعطى إشارات إيجابية في الموضوع هذا، وورى أنه ثم إرادة مختلفة على السنوات اللي فاتت، إرادة في غلق الملفات هذه كل. فتحت المحاكم أبوابها أيضا أمام ضحايا التعذيب للنظر في قضاياهم بعد أن أدلوا بشهاداتهم في جلسات استماع علنية. نفذ الغبار عن تلك الحقبة على أمل المحاسبة والمصالحة لطي صفحة الماضي. وسام الدعاسي، العربي، تونس.